السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. غادي نقدم لكم اليوم ريش بوند سهله جدا، مقادير بسيطه. نحتاجو في المقادير 4 ديال البيضار، 2 كيسان زيت، 2 كيسان ديال سنيده، الكوكب مطحون، عندنا الكوفيتير ديال الحلوه، 2 خميره ديال الحلوه، 2 فاني، الدقيق على حسب الخليط. طريقه، غادي نبداو بالبيض، وجوج كيسان سنيدة. غادي نخلطوهم مزيان، وفاني خلطوهم مزيان. نخلطهم حتى تذوب لينا سنيده، ونزيدو الزيت. نخلطو الخليط حتى يتجانس. من بعد ما تجانس لينا الخليط، غادي نزيدو البيكين باودر، 2 خميرات، ودابا غادي نزيدو الدقيق شويه بشويه حتى نجمعو العجين. هذه هي العجينة، بعد ما جمعناها كتجي على هذا الشكل.
ودابا غادي نبداو نشكلوها ونحطوها في اللاطة. غادي نشكلوها صغيرة لحقاش هي كتنفخ. هذه هي الحلوة ديالنا بعد ما شكلناها وحطيناها في اللاطة. غادي ندخلوها للفران يكون مسخن من قبل على درجة 180. غادي تطيب ونرجع لكم ان شاء الله. هذه هي الحلوة بعد ما طابت. غادي ناخدو كونفيتور ونلصقو وحدة مع وحدة وندهنوها ونديرو لها الكوك، نرمدوها في الكوك. صافي كنحطوها في التبصيل حتى نكملوها كاملة. كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي غزالة. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش ليا اللايك والاشتراك وبصحة.